إن هذا القرار التاريخي يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة. لقد آلت الأمم المتحدة والمجموعة الدولية على نفسها أن لا يفلت أي مجرم من العقاب، والمحتل الإسرائيلي لا يجب أن يكون استثناء من هذه القاعدة. لا بد من ضمان المساءلة والمحاسبة حتى نحمي أجيال المستقبل من مثل الفضائع المرتكبة الآن بغزة. على مجلس الأمن الآن أن يتخذ فورا ودون تأخير كافة التدابير اللازمة من أجل إعلاء صوت العدالة وضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.